ارمله ابو العفاس ميلود، ها هي التبره ديالو، كنخدم كوزيمار، ارمله ديال كوزيمار. السيد ديالنا دابا سميتو مات، ودابا هنا الشركه كندرنا معاها سميتو، دعتنا في المحكمه وحكمت علينا المحكمه وخدنا حنا عدم القبول. من بعد تفاجئوا بان سميتو الشركه بان استدعتنا بان بالافراخ. وجاتنا جوز استدعونا ومشينا درنا حنا مشينا قال لنا راه تكلموا للقيد بانه مشينا درنا حنا القرى. فعلا حنا سمعنا قال لك راه الارمالات والمتقاعدين عاد ياخذوا داك الشيء بالمجان. فرحنا حنا ومشينا، ولكن من مشينا درنا القرعه مشينا للاداره نسولوا لقينا بالفلوس يعني تخلصوا. قلنا له حنا ارمالات ما عندناش، وسمعنا من الفلوس قال لك لا كلشي خلص. وقلنا كيفاش نخلصوا حنا وحنا نساء كبار في السن، ما كاينش قال لك يضمنك ولدك ولا شي واحد. قلت لي انا ارمله ما عندي لا ولد ولا بنت، والحاله المدنيه ديالي ها هي ما فيها لا ولد ولا بنت. واخا من بعد وقلنا نمشيو لسميتو تسلفوا باش هذا درنا حنا. قلنا ما كاين حتى مشكل، مشي زعما نشوف بالسن ديالي ان مراه كبيره ارمله كبيره. مشينا نشوف الابناك، هما الابناك كاملين دزني عليهم الاسماء ديالهم كاملين، حتى وحده فيهم ما قبلت لان السن ديالنا كبير، ما يمكنش لينا يمكن تسلفنا ولا ريال. مشينا الضمان الاجتماعي، مشيت لسمير حتى هو قلت لي بحال هكا، قلت لك ما يمكنش نسلفوك لان انت وريثه ديال الوريثه ديال الارمله ماشي انت اللي خدامه. دابا البيبان كلشي سدوا وجهنا. بالنسبه حنا الارملات اللي ما عندنا لا ولاد لا بنات، ما عندنا حتى شي حاجه، ما تلمخو حتى شي حاجه. كما قلت القيد قلت لي شوف محنا حنا ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا لا ولاد لا بنات، ما تلمخو لا طوموبيل ولا موطور حتى ديك البيكله الاخرى، ما عندنا حتى شي حاجه. الا قلت ودينا الافراق انا ما سرنا الزنقه الخلاء، ما كاينش عادي او اللي عادي دخلني حتى شي بلاصه. وانا يلاك مريضه ودار العمليه أيضا بقش عشان عالبك على الكرسي لأن ما بقاش نوقف. وعند المريضة في الأمر ديال القلب هما جماعة ديال الدواء، ها هو الأمر ديال القلب ديما تندوز. واحد كيفاش نحنا بغينا كيفاش هادشي كيفاش حنا نديرو ليه؟ ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.